حاجات غريبة بتحصل في أرض الملاعب، مش في أفريقيا وآسيا بس، دي كمان في أوروبا. سحر وشعوذة، طلاسم وحاجات غريبة، خناقات بسبب السحر اللي بيتعمل ضد فرق رياضية، معارك في أرض الملاعب بعد اكتشاف أسحار وأحجبة، ناس شكلهم غريب موجودين في المدرجات بيعملوا تعاويذ أغرب. إيه اللي بيحصل في ملاعب كرة القدم في العالم؟ وتفسيره إيه بالظبط؟ كل ده وبالفيديوهات والمشاهد اللي جايبينها لحضراتكم هنقوم بمناقشته خلال الحلقة دي. لكن قبلها شير ولايك للفيديو ده وكومنتك الجميل. أنا أحمد عبد الهادي وانت من حقك تعرف. اول مشهد جايبينه لحضراتكم من مباراة كانت في رواندا بين فريق ريون سبورت وفريق مكورا. مكورا كان مسجل هدف في ريون سبورت، ريون سبورت ما كانش عارف يحقق اي اهداف في فريق مكورا. فوجئت الجماهير بان اللاعب موسى كامارا اللي هو مهاجم فريق ريون سبورت طلع جري بسرعة ناحية مرمى الفريق المنافس اللي هو فريق مكورا، واستغل عدم وجود حارس المرمى بتاع مكورا، وبسرعة وطى ولقط ورقة مدفونة جنب العرضة بتاعت المرمى. فريق مكورا اتجنن وطلعوا جري ورا كامارا وحاولوا الاعتداء عليه، لكن كامارا نجح في ان هو يفلت منهم وفي ايديه الورقة اللي عثر عليها جنب عرضة المرمى، واتضح بعد كده ان الورقة ديت عبارة عن تعويذة وسح حطها فريق مكورا المنافس عشان طبعا يحمي مرمى من اي هدف يجي من فريق روين سبورت. لما كامارا شال التعويذة ديت كان فاضل دقيقة واحدة من الشوط الاولاني للمباراة، وكان فريق مكورا متقدم بهدف مقابل لا شيء على فريق روين سبورت. الغريبة في الامر ان كامارا نفسه بعدها وفي الشوط الثاني سجل هدف في مرمى فريق مكورا. المحللين الرياضيين قالوا ان شيل السحر ده هو اللي خلى فريق ريون سبورت يحقق الهدف. تعالوا حضراتكم اتفرجوا على اللقطات بتاعة كامارا واللي حصل خلال المباراة دي. يا ترى تحليل حضراتكم للي شفتوه ده ايه؟ انا عن نفسي لا بقتنع بحاجة اسمها سحر ولا تعويذ ولا ركوب جن ولا عفاريت ولا بتنجان، ومقتنع ان ده كله كلام في شنك وفرقعة وحالة نفسية. لكن الغريبة جدا ان في عالم كرة القدم على المستوى الدولي في ايمان حقيقي عند اللاعبين والاطقم الادارية والفنية بالسحر والشعوذة، وعندهم كمان ايمان بتدخل قوى السحر والشعوذة في تغيير نتائج المباريات. والمسألة دي انطلقت من قارة افريقيا نفسها. يمكن احنا شفنا في مدرجات الملاعب الافريقية اشخاص لابسين ملابس غريبة جدا وبيقوموا بافعال مريبة زي رش سوائل في ارجاء الملعب، او دفن بعض العظم في ارضية الملعب، او الوقوف في المدرجات ما بين الجماهير وعمل حركات واشارات وحاجات غريبة. شوفوا الفيديو ده مثلا، راجل ماسك شوية ادوات بتنتمي للمجتمعات المحلية الافريقية وشوفه بيعمل ايه. اللي حضراتكم شفتوه ده واحد تبع سحرة الجوجو، والجوجو ده سحر شعبي في غرب افريقيا بيتم ممارسته في دول زي الكاميرون وغانا ونيجيريا وتوجو وغيرها، وبيؤمن لاعبة افريقيا ان سحر الجوجو قادر على ان هو يغير نتائج مباريات كرة القدم. واستخدامات السحر ده مش قصر على الرياضة فقط، والنوع ده من السحر منتشر في قرى افريقيا وما بين القبائل، ووقائع السحر ده كتيرة ومنتشرة من سنوات طويلة لحد النهاردة. واللي بيأكد الكلام ده تصريح لواحد من اعضاء اتحاد كوت ديفوار لكرة القدم، واللي قال سنة 2015 اخيرا لعنة جباس بودابو ما عادتش قادرة تأذي المنتخب بتاعنا. التصريح ده اتقال في اعقاب فوز منتخب كوت ديفوار ببطولة الامم الافريقية اللي اقيمت في غينيا بعد فوزها على منتخب غانا. وسبب التصريح ده ان وزير الرياضة الافواري استعان سنة 1992 بساحر مشهور في غرب افريقيا اسمه جباس بودابو عشان يدعم فريق طبعا كوت ديفوار للفوز بكأس الامم الافريقية اللي كانت بتقام في السنغال، وده فعلا اللي اتحقق للفريق بتاع كوت ديفوار. وبعدها كان في خلافات ما بين الساحر وما بين اعضاء اتحاد كرة القدم الافواري، وده دفع الساحر ان هو يطاردهم بسحره وشعوذاته عشان فريق كوت ديفوار يخسر لمدة طويلة رغم وجود اللاعبين المحترفين في الفريق لحد سنة 2015 اللي تخلصوا فيها من لعنة بودابو الساحر. وشفنا كمان في مباراة افريقية اقيمت في ديربي ما بين سيمبا ويانجا افريكانز في موسم 2003 لما نزل اللاعبين بتوع سيمبا ارض الملعب وقام برش مسحوق في ارض الملعب قبل بدء اللقاء، فقام لاعبي يانجا افريكانز بالتبول في الأمام
الأماكن اللي تم فيها رش المسحوق عشان يبطلوا مفعوله، والاستعانة بسحر الجوجو بتوصل لدرجة إن السلطات بتاعة الدول الأفريقية نفسها بتستخدمه في المباريات، زي ما حصل في مباراة الكاميرون ومالي ببطولة الأمم الأفريقية، لما لاحظ مدرب حراس مرمى منتخب الكاميرون قبل مباراة مع مالي إن ضابط شرطة من مالي بيرمي حاجات غريبة على الأرض، فعرف إن هو نوع من سحر الجوجو، فقام بمنع ضابط الشرطة واتخانق معاه، فقام الضابط باعتقاله، فرفض فريق الكاميرون إن هو يلعب المباراة احتجاجا على اللي حصل، لدرجة إن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تدخل في المسألة واحتوى الأزمة. وفي بطولة كأس الأمم الأفريقية لسنة 2022 المسائل وصلت لدرجة إن الاتحاد الجزائري لكرة القدم أصدر بيان رسمي بيأكد فيه إنه ما قامش بالاستعانة بشيوخ أو مشعوذين لدعم المنتخب الجزائري. طبعا البيان جه بعد اتهامات للجزائر إن هي استعانت بسحرة ومشعوذين عشان فريقهم يغلب الفريق المنافس، وقطاع من مشجعي كرة القدم في مصر بيؤمنوا بالسحر في الملاعب، لدرجة إن بعضهم مقتنع بإن الهزيمة اللي تلقاها الفراعنة قدام منتخب متواضع للغاية زي النيجر سنة 2010 بيرجع للسحر، لدرجة إن هم أطلقوا على الواقعة دي اسم مباراة المعزة، والسبب إن كان في اتنين شكلهم غريب نزلوا الأرض الملعب بالتزامن مع نزول لاعبي الفريقين، الرجلين دول كان معاهم معزة سودة لفوا بيها الملعب هم كمان، وكانوا بيعملوا طقوس غريبة من نوعها، وانتهت المباراة بانتصار النيجر بهدف مقابل لا شيء. تعالوا نشوف جزء من اللي حصل كده. اللعب معاهم على حتة الأجناب وحتة الأطراف مهمة جدا بالنسبة لمنتخب مصر، وبقول المرة الثانية وسط الملعب مهم، وسط الملعب إذا كان غالي أو واتف أحمد فتحي مع المحمدي مع عبد الشافي وأي لعيب من خط الدفاع، وخاصة هم الأمور الدفاع عندهم قليلة جدا. اللعب كمان على قلبين الدفاع نعم. بالنسبة وهذه المعزة كابتن شعارهم كابتن مش عارف هو قبلهم في المطار بالمعزة المفروض الحاجات دي لو ماتش دولي يعني المفروض ما المراقب ما ينزلش الناس دي كابتن حازم يعملوا ايه المعزة طيب هاي اللحظة غريبة جدا يعني بص قدام المراقبين هيعملوا ايه المعزة الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي هيعمل ايه المعزة ممكن تلعب اليوم معهم يعني اللحظة حلوة افريقية يعني سحر الملاعب مش قاصر على قارة أفريقيا فقط إنما منتشر في دول تانية زي المملكة العربية السعودية هناك الرياضيين تداولوا حكايات عن سحر الدمبوشي اللي ممكن يلجأ له البعض عشان يضمن تحقيق الفوز على الفريق المنافس لدرجة إن الناقد الرياضي عثمان أبو بكر أصدر كتاب بعنوان الدمبوشي المؤلف كشف في الكتاب ده وقائع للاستعانة بالسحر اللي أطلق عليه اسم سحر الدمبوشي زي اللي حصل في مدينة جدة سنة 1978 كان في مباراة ما بين النادي الأهلي والاتحاد الفريقين رفضوا ينزلوا الملعب بسبب أقاويل سمعوها قبل المباراة إن في واحد من السحرة قال إن الفريق اللي هينزل الملعب الأول هيتهزم 2-0 عشان كده كل فريق رفض ينزل الأول لحظتها تدخل حكم المباراة وبعض الإداريين وطلبوا من الفريقين إن هم ينزلوا الملعب مع بعضهم وهم ماسكين إيد بعض والغريبة بقى إن اللقاء انتهى بالتعادل 2-2 يعني كل واحد فيهم اتهزم 2-0 زي ما قال الساحر وفي الواقعة دي الاتحاد السعودي لكرة القدم قام بوقف قائدي الفريقين لمدة 6 شهور طبعا بسبب قيادتهم حملة للامتناع عن النزول للملعب قبل الفريق التاني وسنة 2012 استعان نادي النصر ببعض الشيوخ عشان يفكوا سحر الدمبوشي اللي تعرض له النادي واللي نتج عنه هزايم متتالية للنادي تعالوا نشوف لقطة من لقاء تم إجراءه مع مؤلف الكتاب واللي بيتكلم فيه عن سحر الدمبوشي في ملاعب السعودية الآن أنت صاحب كتاب الدمبوشي أنت لما ألفت هذا الكتاب أنت تتوقع أن الكرة القدم السعودية أو الرياضة السعودية بعض الأندية يتعاملون مع هذا الشيء؟ مو أتوقع أزم لك أنه كانت الأندية الرياضية تتعامل بالدمبوشي وأنا ذكرت أمثلة في الكتاب ومعروف هذا الشيء مو بصحيح أزم لك مو بصحيح أشوف وأنا أزم لك أن الأندية السعودية ولا واحد معهم يتعامل بهذا الشيء أنا أقول لك, أقول لك معلومة في الكتاب ولن أزيد عليها بالنسبة للدمبوشي هذا مو وقته كلش مو بوقته هذا مو وقته شوف يا ابو فهد في معلومات موثقه في الكتاب اخذتها من اصحابها صوتا وصوره وطلبوا مني من دمبشين ولا اللي دمبشوا الناس استعملوا وطلبوا مني سامحوا لي بذكر اسماءهم في الكتاب
وإذا بعض المثقفين هيقولوا إن السحر والشعوذة منتشرين في ملاعب المنطقة الأفريقية والعربية عشان الثقافة المتدنية مثلا ولا حاجة، فإيه رأي حضراتكم في اللي بيحصل في ملاعب أوروبا؟ ونموذج بسيط هنقوله زي اللي حصل في الموسم الكروي 2015-2016. في الموسم ده حقق فريق ليستر سيتي معجزة لما فاز بالدوري الإنجليزي للمرة الأولانية في تاريخه. أياميها كان النادي ده مملوك للملياردير التايلاندي فيشاي سيربادا، وفيشاي ده كان بيعتنق الديانة البوذية وكان حريص على توجيه دعوات لرهبان بوذيين للحضور للنادي عشان يمنحوا بركاتهم للفريق. وشفنا صور للرهبان وهم بيلقوا بتعاويذهم على لاعبي الفريق زي الصورة اللي حضراتكم شايفينها ديت. وفاز فريق ليستر سيتي بالدوري الانجليزي فعلا في نفس اليوم. وفي وقائع تانية في قلب اوروبا كمان، زي اللي اتعرف عن المدير الفني لفريق ريال مدريد الايطالي كارلو انشيلتو، اتعرف عنه لجوءه للسحر، وده اللي اكده اللاعب المصري الدولي السابق احمد حسام ميدو اللي لعب لانديه اوروبيه كبيره، واللي قال ان انشيلوتي بيستعين بساحر افريقي واللي بيروح معاه في كل الفرق اللي بيتولاها. تعالوا حضراتكم شوفوا لقطه من تصريحات ميدو. انشيلوتي معاه ساحر أفريقي موجود معاه بشكل دائم في التدريبات والمباريات، بشكل دائم في كل الأماكن اللي اشتغل فيها. هو بيؤمن أن الساحر ده بيعمل له حاجات بتساعده أن هو يكسب بعض المباريات، وبقولك الكلام ده اتنقل لي من ناس اشتغلوا بشكل مباشر. وأخيرا بتفضل اللقطة الأغرب على الإطلاق في الملاعب الأوروبية اللي حصلت بين مهاجم منتخب ويلز اللي هو جاريث بيل ومدافع المنتخب الإسرائيلي تال بن حيين في لقاء جمع المنتخبين بويلز. في اللقاء ده كان لازم فريق ويلز يفوز عشان يتأهل للبطولة الأوروبية، وفي الدقائق الأخيرة من المباراة وكانت النتيجة 0-0 حصل فريق ويلز على ضربة حرة مباشرة من موقع خطير بالقرب من منطقة جزاء الخصم، وتقرر أن جاريث بيل هو اللي يسدد الركلة دي. لكن حصلت حاجة غريبة جدا من بن حيين لاعب المنتخب الإسرائيلي اللي قاعد يعمل إشارات غريبة جدا بإيديه، والنتيجة ان جاريث بيل اطاح بالكوره بعيد عن المرمى رغم ان هو متخصص في تسديد الضربات الثابته، وانتهت المباراه بالتعادل السلبي وفشل فريق ويلز في التاهل. الصحافه العالميه نفسها يوميها اتكلمت عن اللي حصل على نطاق واسع جدا، وتم اتهام اللاعب الاسرائيلي بان هو لجأ للسحر لحظتها. تعالوا شوفوا جزء من اللي حصل. يا ترى بعد اللي حضراتكم شفتوه وسمعتوه وجهة نظركم ايه؟ انا شخصيا بقول ان ده كله بطيخ والمسألة مجرد صدفة، لاني لا بقتنع بالسحر ولا بحاجة اسمها سحر او شعوزة، ولا بقتنع بسحر الجوجو ولا الدمبوشي ولا البازنجاني، ومقتنع بان لا يمكن ان ربنا يدي المخلوق سلطة التحكم في قدر اخرين. احنا كنا عملنا حلقة كاملة عن كتاب السحر والجن اللي اسمه شمس المعارف، هتلاقوا رابط الحلقة في صندوق الوصف. ورغم ان حصلت لينا حاجات غريبة لحظتها اللي هي لحظة تسجيل الحلقة دي، وقال الزملاء بالقناة ان ده راجع للقوة الخفية بالكتاب لان احنا كنا اتكلمنا عنه وجبنا صور من صفحاته الاصلية، الا ان اكد إنها مجرد مصادفة. وفي كل الأحوال شفتم وجهة نظر اللاعبين في القضية دي، وسمعتم وجهة نظري في السحر اللي بيحصل جوه الملاعب. أنتم بقى رأي حضراتكم إيه في القضية دي؟ منتظر رأيكم وتعليقاتكم، وأوعوا تتأخروا علينا. أتمنى تكون الحلقة عجبتكم، ولو عجبتكم شيروا لك للفيديو ده، وفي انتظار أجمل تعليقاتكم. دمتم بكل خير.